في ليلة من الليالي أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس. Ici, le Kahala, le Pamnan Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dia, la défaite Allah subhanahu wa ta'ala, et à la tomaka, la déhaite en Palestine, à Beit al-Maqdis. N'am, thumma, urija bihi, min Beit al-Maqdis, ila sama al-Sabi'a. Avion, zé, bakamdi, Beit al-Maqdis, to Palestine, zanen, yakatam, zistan, dan, kahane, zistan, imlan, bifafi. Kallam Allah subhanahu wa ta'ala, wa kallamahu Allah, lakin. لم ير الله سبحانه وتعالى. أن محمد صلى الله عليه وسلم لفن يعتقد تندان زنيجة ديان إريسة باتن أمتوب الله سبحانه وتعالى فقوسا يفجز من جيتني توب الله. التقى بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. يفجز فنين تملو كمنان رهيت زيت ودوهن. فرض الله سبحانه وتعالى عليه وعلى أمته 50 صلاة في كل يوم وليلة. نديدي توب الله سبحانه وتعالى وأمنان سبحان الله وأمنان محمد صلى الله عليه وسلم فنتتيرانا سوالا تيمبول إسنادو أجد تيرانا مي أقام سمنان ثم خففها الله سبحانه وتعالى إلى 5 صلوات أجونا هنا توب الله سبحانه وتعالى إذا تيم سوالا تيمبول زان كان هنا سوالا تيم هي 5 صلوات في العدد لكنها في الأجر 50 صلاة. إذا أم إيسا هي صلاة الدين فأمني فأصوى ونقصة بتاقن فأصوى من صلاة مقوم. في هذه الليلة عندما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الفجر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ذهب في ليلة واحدة ورجع من مكة إلى بيت المقدس كذبه الناس. ريفاكم المرأين سجينا كن عالنا نكريفون زنا نتيران نتيران فمن محمد صلى الله عليه وسلم يوف وياجيو جيري فمرأين جيب ريفاج ريزي ثم انتظار نوبي إيزيو أبنا نوبياجي بقى ماكا نجا بيت المقدس بكون يقف نتان بكون مفولي من حال يوفو جيا تي داريانون زنزا نتون المرأين زنزا حتى ارتد بعض من أسلم عندما سمع بهذا. نايرو زفنين قولا محمد صلى الله عليه وسلم فنيتنا تنفق الإسلام ديما عروضا يقول لعلى نويل في بلالا نسيتنا تنفق الإسلام. فذهبوا إلى أبي بكر رضي الله عنه. لا سنتين زلونا بنا نحن نتنمي أبو بكر نتنا موزن أبو بكر. وقالوا له يزعم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذهب في ليلة وعاد إلى بيت المقدس. زنين دينهم أبو بكر زروي يو نوفيفا يو حمناني محمد زن يقولوا عن حال رأيك هو إذا نديها تاني بيت المقدس فلسطين بكون يعرف عندنا بكون كود يوم حال إن هو يو نوفيفا رسالة نبارة قال أهو قال هذا مرامي أبو بكر تام يزروي زوي دينن دينن زي ما نبيس قالوا نعم إيه نبارة دون إيه نبارة دون قال إذا قال هذا فقد صدق روج نبار زيد روج الدينين محمد هي ما من دين من هذا اليوم لقب بالصديق أبو بكر الصديق رضي الله عنه نحن كتب يعندون هنا عزون أبو بكر لي أنعنا زي أنشنوي الصديق ويريد زي أنونا أمرينا أفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بل أفضل الأمم بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أقول سفارا من كأولياء فمن محمد صلى الله عليه وسلم تسيد فأيل الله تسيد أبو بكر رضي الله عنه. نعم.